قصتنا هي قصة تفوق علمي بطلها هو أستاذ مساعد بجامعة بني سويف بمشروع بحثي في مجال تقييم رواسب طفلة الزيتية لاستخراج النفط والغاز لمنخفضي الخارجة والداخلة في الصحراء الغربية. بالمناسبة كمان يا أحمد، الطفلة الزيتية دي كان عليها أبحاث كتير جدا لأهميتها، وفي البعض كان بيتحدث أنها هل ممكن تكون بديل للبترول أو لا، يعني عليها كلام كتير جدا. لكن الإنجاز في حد ذاته النهاردة يا جمانة فكرة اللي أنت بتربطي البحث العلمي بالصناعة، أعتقد هو ده الهدف الأسمى اللي الكل بيسعى ليه، وكل الدول المتقدمة في حياة الأمر لم تكن متقدمة ولن تكون متقدمة إلا بالبحث العلمي تحديدا، لأن المشروع ده بيستهدف تنمية الثروات المعدنية واستغلالها لاستغلال الأمثل في مجالات استخراج النفط والغاز وربط البحث العلمي بالصناعة زي ما بقول لحضراتكم. لكن خلونا حتى لا نطيل عليكم ندخل في صلب الموضوع على طول، لأن معانا صاحب المشروع على الهاتف الدكتور زكريا محمد، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. صباح النور استاذ جمانة. شكرا عليكم وعلى جمهوركم الكريم. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه لو تعرفنا على هذا المشروع يا فندم، يعني مشروع بحثي في مجال تقييم رواسب الطفله الزيتيه لاستخراج النفط والغاز وتحديدا لمنخفضي الخارجه والداخله في الصحراء الغربيه، لو يعني لو تفهمنا اكتر وبسطها لنا. تمام يا فندم. هو الموضوع كله بيدور حضرتك حوالين مسمى الطفله الزيتيه. الطفله الزيتيه هو عباره عن صقور، بتبقى صقور طفله، الطفله السوداء، ودي بتبقى حاوية على مواد عضوية لأورجانيك ماتر، وبتبقى موجودة في حالة صلبة، يعني بتبقى التكوينات دي بتبقى موجودة على سطح الأرض أو بالقرب من سطح الأرض. وطبعا الظروف دي لا تتيح ليها إن هي تخرج الزيت والغاز الموجود فيها بشكل طبيعي كما يحدث في حقول البترول اللي احنا معتادين عليها بشكل طبيعي. فالفكرة في المشروع بتاعنا إن احنا إزاي نعمل تحجير وتنجيم للخامة دي من المحاجر بتاعتها والمناجم بتاعتها، بعد كده نعمل عملية حرق إتلافي في نظام مغلق في معزل عن الأكسجين، وبعد كده نكثف البخار اللي بيطلع منها ويبدأ يتكثف ويظهر في صورة زيت وغاز. الفكرة دي ظهرت لينا من خلال التعاون ما بين فريق بحثي من جامعة الوادي الجديد ومتمثلة فيه الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد المستشار العلمي للمشروع، ومتمثلة فيه الدكتور الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض المستشار العلمي للمشروع، والأستاذ الدكتور جبيلي عبد المقصود الباحث المناوب للمشروع في قسم الجيولوجيا كلية علوم جامعة الوادي الجديد، والدكتور ياسر فليح سلامة الباحث معانا في المشروع من جامعة بني سويف، ومعانا اثنين باحثين صغيرين تاني اللي هو طالب ماجستير ميار خالد دي من جامعة الوادي الجديد، ومعانا طالبة دكتوراه سمر رجب سليمان من جامعة بني سويف. هيبان من الفريق ده كله ان في تنوع في التخصصات وفي صف كبير جدا بحيث يغطي المشروع الضخم ده اللي هو على مدار سنتين وتم تمويله والموافقه عليه من هيئه تمويل البحث العلمي من اكاديميه الصندوق التنميه التكنولوجيه الاس دي اف بتمويل قدره 2 مليون جنيه على مدار عامين. تم الانتهاء من العامين دول ولا لسه؟ لسه يا فندم، المشروع لسه هيبدا. احنا لسه حاصلين على الموافقه وعلى عقد المشروع، هيتم تنفيذ المشروع ان شاء الله في الفتره من 6/8/2023 الى 5/8/2025. نعم. طيب دكتور، اعتقد المشروع ده مش هيبدا دكتور زكريا ويتم تمويله الا لو كان في نتائج واهداف مؤكده بنسبه طبعا كبيره بتتخطى 90%. ازاي اثناء تنفيذ هذا المشروع ممكن ان احنا نستفيد بالمخرجات من خلال ربط البحث العلمي بالصناعه؟ تمام. طبعا المشروع احنا تقدمنا به لهيئه التمويل من الاس دي اف ومر بمراحل تقييميه من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال. وتم تقييم وتم اجتياز هذا الموضوع والموافقه عليه وتمويلنا بالمشروع. بناء على ان احنا الدراسات اللي احنا شفناها والزيارات الميدانيه لمنطقه الدراسه في منطقه منخفض الخارجه والداخله في خاصه في تتبعات الضوي والداخله والقصير. والمنطقه دي موجود فيها تتابع كبير جدا من الطفله السوداء يصل سمكها من 200 ل 400 متر سمك، وعلى امتداد تصل لعشرات الكيلومترات. فسكسشن كبير جدا من الطفله المهمله التي لا، ما احنا دورنا على ابحاث ان يكون في حد اشتغل في هذا المجال على هذه المنطقه
مفيش، المنطقة بكر ومحتاجة مزيد من الدراسة ومحتاجة تمويل مالي كبير عشان التحاليل دي غالية جدا ومكلفة. فطبعا الباحثين عندنا في الجامعات المصرية طبعا مفيش حد عنده قدرة انه يعمل التحاليل دي كلها ويسافر ويعمل تحاليل ويعمل دراسات جيولوجية على المنطقة، خاصة المنطقة بعيدة ومكلفة جدا في موضوع الدراسات الحقلية والتحاليل. فطبعا الباحثين لازم يكون في مشروع زي كده يمول اللي هي الفكرة، يقدر من خلاله ان احنا نصرف على المشروع ويبقى بشكل مرضي وكويس. طيب يا دكتور، عادة بيبقى في بعض الأبحاث اللي بتكون الورقة البحثية في حد ذاتها مبشرة جدا، لكن مع بداية التطبيق بيبقى في بعض التحديات أو بعض الصعوبات أنها تنفذ على أرض الواقع. حتى الآن هذه الورقة البحثية كل ما فيها يمكن تطبيقه بالفعل على أرض الواقع، ولا في بعض الخطوات اللي حضرتك يعني ممكن نقول متخوف منها أو شايف أنها صعبة شوية، وإيه اللي محتاجه عشان نقدر أن احنا نحول هذه الورقة البحثية لواقع؟ بالفعل يا فندم احنا عاملين خطة بحثية وعاملين بلان للمشروع بتاعنا. ان احنا اول حاجة ان احنا عندنا المخطط بتاع ان احنا نعمل زيارات ميدانية وزيولوجية بالفريق البحثي لدراسة المنطقة واخذ عينات ممثلة من التتابعات اللي احنا ذكرناها، ونبقى كده نعملها تحاليل لنتعرف على التركيب المعدني للطفلة دي عشان نعرف ايه المعادن اللي تتكون منها الطفلة دي وازاي نستخدمها في الصناعات المختلفة. ممكن الدراسات المعدنية تقول لي ان الطفلة دي تشتغل في صناعات السيراميكس، صناعات الاسمنت، صناعة المد دريلينج، طين الحفر، وهكذا طبقا للخصائص اللي احنا هنحددها من خلال التحاليل الجيوكيميائية المحددة الاكس ار دي والاكس ار اف وتحاليل اخرى. كمان من خلال التحاليل الجيوكيميائية هنعرف نحدد كمية الاورجانيك ماتر الموجودة في العينة وفي الموجودة عندي، ونحدد كميتها والسمك الرأسي والافقي بتاع الطبقات، ونحدد من خلال الحرق الإتلافي للعينات الصخرية كمية الزيت والغاز اللي هينتج عندي من الطفلة دي. ويبقى عندي تقارير رسمية بنتائج علمية مثبتة بأن الطفلة دي والله الطن من الطفلة دي دي مثلا 40 لتر مثلا من الزيت. دي في حد ذاتها هتبقى إضافة كبيرة، وده يبقى موضوع اقتصادي. احنا في طور المزيد من الأبحاث يا فندم كمان لسه. طبعا لسه يا فندم. تمام. نعم. طبعا من ضمن المخرجات المشروع ان احنا عندنا هيتم نشر ان شاء الله بحثين دوليين في مجلات كيو 1 وكيو 2. عندنا في رساله ماجستير سجل على المشروع، في رساله دكتوراه تسجل على المشروع، فدي كلها تعتبر مخرجات للمشروع ان شاء الله. صحيح. بشكل بحث علمي وهنربطه بالصناعه من خلال تطبيق عملي. ممكن المنطقه دي بعد كده حضرتك يتعمل فيها منطقه صناعيه. منطقة صناعية. نعم. اعتمادا على نتائج المشروع ان احنا ناخد الخامة اللي عندنا ندخلها افران، يتم حرقها بشكل حرق في نظام مغلق، يتم تكثيف الزيت والغاز، نخرجه في صورة زيت وغاز، يتم عمل تكرير ليه واستفادة بيه كوقود. الطفلة لا تتحرق من الافران الحرق، ممكن نستخدمها في صناعات زي صناعات الاسمنت او صناعات السيراميك او صناعات المختلفة الأخرى. نعم. فده طيب ممكن تعمل عليها دكتور زكريا، يعني حضرتك هنا في منطقة المحافظة الخارجة والداخلة طبعا محافظة الوادي الجديد. نعم دكتور زكريا، يمكن حضرتك هنا ذكرت نقطة في غاية الأهمية، فكرة إقامة منطقة صناعية لخدمة هذا البحث العلمي تحديدا والاستفادة أو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. ويمكن زي ما دايما بيتقال من السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بأن احنا مجتمع لا يمتلك سوى الفكرة، إزاي نقدر نعظم من الفكرة دي؟ وهل هناك دراسة جدوى لهذه المنطقة الصناعية ولا ده مجرد مقترح لسه ما دخلش طور التنفيذ؟ لا طبعا يا فندم، طبعا البحث بتاعنا او المشروع بتاعنا يتماشى تماما مع رؤيه مصر 2030 للتنميه المستدامه والحفاظ على موارد الثروه المعدنيه والتنقيب عنها واستكشافها واستغلالها استغلال امثل للتطبيقات الصناعيه لزياده الموارد الصعبه والدولار للبلد من خلال مشروعات مثل هذا. طبعا المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها هي امتداد لمنطقه المثلث الذهبي الموجود في مرسى علم، مرورا بقفط القصير ومنطقه الضوي، وامتدادا بقى بقناه الاسنا ومنطقه المخاوض الخارجه والداخله ومنطقه ابو طرطور. دي كلها منطقه صناعيه متكامله عليها خامات كثيره جدا من الفوسفات من الطفله طبعا، لكن المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها محتاجه
المشروع بتاعنا ان شاء الله هيخرج المنطقه دي للنور باذن الله مع نهايه المشروع بعد سنتين ان شاء الله. هتبقى الدراسات دي هتحط المنطقه على الجرين لايت، على الخط الصحيح. نعم. بإذن الله في مسار التنمية الصناعية. يعني احنا في انتظار مزيد من الدراسات يعني خلال العامين دول، وإن لم تكن النتائج يعني إن شاء الله تكون متاحة. بنشكر حضرتك وبنهنئك طبعا على الجرأة في تناول هذا الموضوع البحثي المكلف زي ما حضرتك ذكرت. الدكتور زكريا محمد الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة بني سويف، شكرا ليك.